اللي حقنا سجلنا الهدف، وبالرغم من ضربة الجزاء يعني اللي كانت الحمد لله حارس تاعنا كان في النار وصدها، وكما يقول لك الحمد لله على التروا، الحمد لله يعني فكينا العقدة تاع التسجيل، خاصة بعد أسبوع صعيب اللي جوزتوه يعني التروا جاو في وقتهم. بيان سير خاصة الأسبوع اللي فات وين كانت الحادثة تاع المدربين، لكن الحمد لله نتمنى واحد من الإدارة توقف معنا خاصة البريزيدون الجديد، احنا اللي جينا إن شاء الله نديرو خير إن شاء الله، والحمد لله كشفنا التروا تاع اليوم، نتمنى إن شاء الله يساندونا من خلال الشباب. احنا كما قلت الشوط الاول حوسنا كيما شفناو الحلول ما صبناش، الفريق كان متمركز مليح تاع التجنات. الشوط الثاني بعد الحام ايكيدي طافني اللي كان وراء الهدف، الحمد لله تغيرت جابوا النتيجه، الحمد لله نادي هذا الفوز على الكامل. شفنا اليوم هذا الجوار صحابك ما يخفيش فيها المشكل اللي صار هنا مع الطاقم الفني اللي غادروا كيفاش حضرت اللاعبين من ناحيه ثانيه؟ ما يخفيش عليك اللي الجوار كانوا سو بريسيون، حنا هنا اكسونتي تراما سيكولوجيك كيما يقول لك سينا نحو الضغط هذاك السلبي، خلينا الضغط الايجابي باسكو اللاعب لازم يكون عنده ضغط قبل المباراه، حاجه كيما يقول لك عاديه. حنا سينا الماكسيموم من حول ذاك الضغط، مالغري سا دخلوا كوم ميم الضغط عليهم، كان كاين الشيء هذا كان باين عليهم، كان ما قدروش يدوا لي ديريس في القدام.